حضرتك قلتي في المؤتمر الصحفي ان في 3 فاكسينات بيتم اعتمادها في مصر، حضرتك بتتكلمي على ايه؟ انهي ايه هم الثلاث؟ استرازينيكا، وقرب يخلص موافقة الطوارئ ليه على ساينوفاك الصيني. ساينوفاك مش ساينوفارم، ده اوريدي خلاص. وسبونتك الروسي، الثلاثه في مرحله التسجيل، واحنا التسجيل بياخد مراحل متعدده يليها مع وصول اول باتش او اي باتش توصل، اي شحنه بتخش المعامل التابعه لهيئه الدواء عشان يتم تحليلها على مدى يعني فترات. او فاحنا بنقول ان الشحنه لما بتيجي ما بناخدهاش على طول نطعم بيها، دي بتيجي بتخش الهيئه تتحلل وبعدين تطلع، بتتحلل عينة بطريقه معينه وثم على 4 تجارب ثم يتم الافراج عنها، وبالتالي بتاخد وقت مش كتير.